لا يشبه أول نداء صادر عن مجلس المطارنة الموارنة في عهد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، ما سبقه من نداءات جرت العادة على إصدارها في شهر أيلول من كل عام منذ النداء الأول في العام 2000. فأتى النداء هذا العام ليركز وبشكل تبريري على الترجمة العملية للشعار الذي أطلقه البطريرك الراعي شركة ومحبة على الصعيد الكنسي والحوار الإسلامي المسيحي وعلى الصعيد الوطني. نداء المطارنة لفت إلى أن الوجود المسيحي لا يمكن أن يثمر إلا من خلال انفتاح الأديان لينتقل إلى أبعاد انعقاد القمتين الروحيتين وليكشف عن مسعى قائم لعقد قمة روحية على صعيد منطقة الشرق الأوسط. النداء ذكر بدور البطريركية كشريك أساسي في تكوين الوطن وعبر عن ألم بكركي مما آلت إليه أوضاع الشعب اللبناني ومن بينهم المسيحيين بسبب الحروب والتقاتل والاصطفافات السياسية مع المحاور الإقليمية والدولية. في النداء أيضا تذكير بما قاله البطريرك في فرنسا لجهة مطالبته الأسرة الدولية بتحمل مسؤولياتها في تطبيق القرارات الدولية والعمل على وقف الحروب وإحلال السلام. وقد ضحى الموارنة عبر تاريخهم بالكثير الكثير كي يحافظوا على الوديعة الأثمن لديهم، الإيمان والحرية، وكانوا دائما يستمدون القوة على الصمود من وحدة كلمتهم والتفافهم حول بطريركهم والثقة بقيادته وحكمته. ونحن اليوم بأمس الحاجة للعودة إلى هذا السلوك التاريخي، فلنعد جميعا إلى أصالتنا نحن اللبنانيين، ولنشبك الأيدي ولنجلس إلى طاولة حوار أخوي صادق شفاف، نلقي فوقها هواجسنا وشكوكنا ونجدد الثقة بعضنا ببعض، فنقوى جميعا ويقوى بنا لبنان. في اجتماع المطارنة قارب المجتمعون بحسب المعلومات كل المواضيع وسط تعدد في الآراء، وضعه بعض المطارنة في إطار الحرية والتعبير عن الرأي، وتطرق بحسب المعلومات إلى قداس شهداء القوات اللبنانية، وطرح بعضهم العمل على إلغاء تحويل القداديس إلى مهرجانات سياسية، إلا أنه لم يتخذ قرار نهائي بالأمر.